الشكر موصول لجميع المواطنين الحاضرين في هذا اليوم. وسط حضور جماهيري كبير أقيم الاحتفال إحياء للذكرى 12 لثورة فبراير بمدينة نالوت، وبحضور عميد البلدية وعمداء البلديات المجاورة ومدير مديرية الأمن وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. أهني أهالي مدينة العزيزة نالوت بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ثورة 17 فبراير، وأهني جميع الليبيين بهذه الذكرى المجيدة. طبعا قام المجلس البلدي نالوت بتشكيل لجنة للاحتفالات، وقامت اللجنة مشكورة بجميع أعمالها وأظهرت الاحتفال بالمظهر اللائق بحضور عدد من عمداء البلديات المجاورة والجارة. تخلل الحفل العديد من الكلمات، كلمة لمكتب الشهداء والجرحى بالمدينة، وكلمة لعميد البلدية، وكلمة لعميد جامعة نالوت، وكلمة باسم الثوار، حيث أكد المتحدثون إصرارهم على البقاء على العهد واستكمال مشوار الشهداء والسير نحو بناء دولة مدنية. كما كان هناك العديد من العروض، منها عرض لصور الشهداء، وعرض لمديرية الأمن، وعرض لفوج الكشافة والهلال الأحمر ونادي الفروسية بالمدينة، والعديد من الجمعيات الأهلية. طبعا المناسبة جت يوم جمعة، واليوم الجمعة طبعا الناس كلهم مرتاحين وكلهم عندهم أشغال، فأجلنا يوم الأحد على أساس الناس كلهم موجودين. يوم الأحد كنا متواجدة الناس، نطلب الله إن شاء الله ليبيا تستقر وتولي دولة ديمقراطية إن شاء الله، وفي أحسن حال إن شاء الله الليبيين إن شاء الله. من الجميع التوجه إلى مقبرة الشهداء لتغيير الأعلام القديمة بأعلام جديدة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. في ختام الحفل اتجه الحضور كما جرت العادة إلى مقبرة المدينة لزيارة قبور شهداء الثورة لتجديد العهد، كيف لا وهم من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. سالم القطوس، ليبيا الأحرار، نالوت.